مرحب بكم مشاهدي عين على البرلمان الجولة الأولى النهاردة لمتابعة آخر الأخبار والجلسة العامة للمجلس المتوقع أن هي هتكون جلسة ساخنة أثناء استكمال مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة. ده بالإضافة للأخبار العاجلة في جميع المجالات. زي ما تعودنا الجزء الأخير من الحلقة على الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة، منتظر مشاركات حضراتكم عن الشكاوى اللي عند حضراتكم عشان نحاول إن احنا نتواصل فيها مع السادة المسؤولين. هبدأ معاكم سريعا بأهم وآخر الأخبار. قسم التشريع بمجلس الدولة الحقيقة له عدد من الملاحظات على مشروع قانون الحكومة حول ترميم وبناء الكنائس. تضمن مشروع القانون على 10 تعريفات رئيسية، بدءا من تعريف الكنيسة بأنه مبنى مستقل قد تعلو قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن 300 متر، ويجوز أن يشمل هيكل أو منبر وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة التي عرفها المشروع على أنها جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأعضاء، الأضلاع على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال بيكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وده وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي. كما شمل مشروع القانون تعريف ملحق الكنيسة ومبنى الخدمات وبيت الخلوة ومكان صناعة القربان والرئيس الديني المختص والطائفة والممثل القانوني للطائفة والأعمال المطلوب الترخيص بها. النائبة منى جاب الله على التليفون المزيد من التفاصيل. سيادة النائبة برحب بيك. أهلا وسهلا. يعني مجلس الدولة الحقيقة رد في 24 ساعة على هذا القانون، وعايز أعرف يعني حضرتك كيف قرأتي الملاحظات؟ طيب، هو مجلس الدولة طبعا رد في 24 ساعة عشان احنا خلاص دور الانعقاد هينفض ووفقا للدستور. بس معنى الكلام ده يعني لما مجلس الدوله يحب يرد بيرد، يعني لما يحب يرد بسرعه على طول وفي 24 ساعه. ممكن اقل من كده كمان. لسه كنت بتكلم مع زمايلي قبل الهوا يعني. ايوه، يعني ممكن يرد على طول في يوم، يعني هو بس المناقشات اللي رايحه جايه من الحكومه، وبعدين جانا مجلس الدوله في اول ما اتكلم على مواد الاصدار بتاعته قال حسب مرتأة مجلس الدوله، ودخلنا كده في حكايات اللي هي ان احنا الانشطه. لا، هو في تعديل هو عدله، قال في خصوص تعريف ملحق الكنيسه ومبنى الخدم. ده حاجه ثانيه يا فندم، ده احنا لسه في مواد الاصدار فوق حسب مرتأة مجلس الدوله. تمام. حته مرتأة مجلس الدوله دي الكنيسه كانت رفضها على حكايه ان الشؤون اللي هي ممارسه الامور الثقافيه والاجتماعيه تلجا الى بقى القوانين حسب القوانين، يعني يا فندم لما يكون في بيت خلوه وعاملين انشطه ثقافيه واجتماعيه وترفيهيه الجا للقوانين المختصه، يعني اروح لوزاره التضامن الاجتماعي ولا اعمل ايه؟ ده مش عارفه. وانا بس عايزه اقول حاجه واحده كده، انه ماذا يدير الاخر عندما يتعبد الانسان؟ يعني انا عايزه اعبد ربي، ايه المشكله؟ خليه يتعبد. ايه بقى كل المسامير والشوك اللي حاطينه في القانون اللي جاي لنا ويقولوا لنا الكنيسه موافقه عليه؟ طب انا بقى ماليش دعوه بحد، انا مشرع هعمل قاعده مجرده واحطها وانت عليك تطبقها. القانون قواعد مجرده، عامه ومجرده. حطها لك وانت مش عليها. انما بقى تقول لي اصله لقيت ساده من النواب امبارح في القاعه، ما هي حضرتك بيناقش القانون للجان مشتركه بين اللجان لجنه الاداره المحليه ولجنه الاسكان واللجنه الدينيه واللجنه التشريعيه. كل ده قانون الكنائس وترميم وبناء الكنائس. طيب يا سياده النائبه، هل التعديل اللي قام به مجلس الدوله او النقاط او الملاحظات اللي ذكرها مجلس يا فندم، احنا انت اول ماده قريتها قلت ايه؟ الكنيسه مبنى مستقل وبعدين ويحيط سور اذا كان ال ال ال, 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 ال المساحة أكتر من 300 متر، فالشقة 300 متر، أحط فيها سور إزاي؟ يعني سور وأسيب فراغ يبقى المبنى قد إيه بقى؟ طيب 300 طيب واحد لازم أعمل سور. خلينا بس ملاحظة. اتفضل. هل أفرغت أو حلت النقاط الجدلية بتعريفاتها في يعني اللي عملوه مجلس الدولة،
هل حلت الاشكاليه ولا زادتها تعقيد من وجهه نظرك؟ زادتها تعقيدا يا فندم. امبارح الدنيا احنا اللجنه كانت مجتمعه امبارح وقلنا لهم يعني ايه 300 متر؟ يعني الواحد يصلي في قد ايه؟ يعني انا كفرد كده وعندي 200 شخص عايزين يصلوا، وانت قلت ال 300 احنا عندنا في الارياف والحتت كتيره الكنيسه مش بدينا لها سور. طيب خليني اتكلم مع حضرتك في مشروع علقنا يا فندم، ثواني هكمل على حضرتك. احنا علقنا وعملنا ورقه واتمضت عليها انه مفيش حاجه اسمها 300 متر، اكتر من 300 متر عامل سور، يبقى الكنيسه مبنى بسور او بدون سور. طيب يعني خليني بقى اقرا لحضرتك، خليني اقرا لك. في خصوص تعريف ملحق الكنيسة ومبنى الخدمات وبيت الخلوة، فإنه يتعين أن يكون مفهوم أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية وإقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة اللي بتمارس فيها يتعين أن يصدر في شأنها التراخيص وفقا لأحكام القوانين المنظمة لها. طيب إيه ده؟ طيب يعني دي هتروح الشؤون الاجتماعية. طب يا فندم هو ده ينفع؟ طب ما أنت بتقول ده قانون خاص يقيد العام، جبت لي ليه بقى حكايه الشؤون الاجتماعيه دي في الوسط؟ دي كانت في المسوده رقم 8 اللي كانت رايحه جايه بين الحكومه والكنيسه، والكنيسه رفضتها. طيب بالنسبه بقى لصياغه الماده 2، ضبط الماده 2 من المشروع ليكون عدد ده مسيحيي الطائفه هو المعول عليه في الترخيص باقامه الكنيسه. عدد؟ يعني ايه يا فندم عدد؟ يعني انت تعمل لي مساحه على قد العدد؟ طب منين نعرف العدد؟ يعني اللي يصلي قد ايه نديله مساحه قد ايه؟ طب مين هيقول انه عدد المصلين في الحته دي 500 200؟ انا مش سامع كويس. إيه بعد اذنك تاني يا فندم. تاني يا فندم انت بتقول عدد، على الاقل عدد، يعني انت بتربط العدد بالمساحه. طب عدد قد ايه كل مساحه قد ايه؟ فندم ايه ده؟ هو في ايه يا اخوانا؟ طيب يعني ما طلبتوش ليه؟ طب بنعمل قانون نعقد انفسنا؟ طب خلاص بقى سيبنا، احنا مش عايزين قانون بقى خالص. سيبه كده بقى واشتغل كده. تمام بس على حسب ما انا فهمت دلوقتي، على حسب ما انا فهمت من قراءة المادة، عدد مسيحي الطائفة هو المعول عليه في الترخيص بإقامة الكنيسة، يعني إن كان المسيحيين في المنطقة ألف من طائفة الأرثوذكس مثلا أو من أي طائفة أخرى، هو حضرتك هذه الطائفة من قانون مجلس الدولة عددها هو الحكومة؟ ما أنا مش عارف أسمع حضرتك، حضرتك خليني بس أكمل الجملة. ده قانون مجلس الدولة اللي أنا بجيبه، اللي أنا كاتبه ده، اللي أنا قدامي ده مجلس الدولة. مادة كام يا فندم؟ مادة المادة الثانية، ضبط صياغة المادة 2 من المشروع. يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوبة الترخيص لبنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين في المنطقة. تمام. التي تقام عليها مع مراعاة معدلات النمو السكاني. هو ده اللي عند حضرتك؟ لا، اللي عندي بقى بيقول ضبط صياغة المادة، ضبط صياغة المادة الثانية اللي حضرتك قريتيها ديت من المشروع. ليكون عدد مسيحيي الطائفة هو المعول عليه في الترخيص بإقامة الكنيسة. زي الفل يا فندم. عدد ايه بقى؟ يعني انت هتعدهم ازاي وهتقول مين؟ هو احنا عندنا عدد رقبات في مصر قد ايه عشان اقول له في الحتة الفلانية دي ادي ترخيص بمساحة قد كده عشان عددهم قد كده؟ فندم ده كلام يعني حق رد باطل. ما ينفعش يا اخوانا نعمل قانون بالشكل ده، حتى الشعب يحاسبنا احنا، انتوا ايه اللي عاملينه ده؟ احنا عندنا حصر بالقباط في مصر؟ ما عندناش. طب هنعرف عددهم منين في الحته الفلانيه دي؟ عشان نعمل لهم بالمساحه على قد عددهم كنيسه. وصلت يا فندم؟ طيب خليني اقرا لحضرتك الماده 6. فدي امبارح حضرتك اللجنه كانت متجهه كلها برمتها للغاء تلك الماده، ماده 2. طيب يعني الماده 2 دي انتوا عايزين تلغوها كلها؟ ايوه فندم، كانت متجهه لراي اللجنه ازاي. النهارده بقى شغالين في الحكايه برضو تاني من اول وجديد، نبدا من مربع صفر تاني ونقول يا اخوانا الصلاه، يعني انا كيف يعني انا حتى بني ادم انسان مصري ازاي امنع واحد انه يصلي عشان 10 عايزين يصلوا؟ لا يا عم انتوا 10 ما ينفعش نجيب لكم اي مساحه تصلوا فيها، لازم تبقوا 20، تبقوا 50. انت بتمنع ناس تصلي تتعبد لله؟ ايه ده ايوه بس هو بيتكلم على الطائفه نفسها، يعني ما تبقاش كنيسه لطائفه في هذه المنطقه وبتسكنها طائفه اخرى، هو ده المقصود على حسب ما فهمت. لا بص حضرتك، احنا الطوائف عندنا الارثوذكسيه والبروتستانت والكاثوليك، ما تلاقيش يعني حتى لو كنيسه جنب الثانيه دي طائفه ودي طائفه. يعني انا ارثوذكسي ما بصلي يعني غير الكاثوليك غير البروتستانت.
ايوه تمام. هو بقى المقصود هنا ايه؟ لما تكون المنطقه اللي هي القاطنه فيها عدد كبير من الكاثوليك مثلا، او عدد كبير من الارثوذكس، او عدد كبير من البروتستانت او الانجليين، ايا كان المسمى لهذه الطائفه، يكون الكنيسه ليهم مش لطائفه اخرى. وهم يعني حضرتك فاهم ازاي؟ يا فندم يعني انا كده امنع الكاثوليك انهم يصلوا لو هم مثلا 100 واحنا 500، يبقى اخد ال 500 وبلاش ال 100 يصلوا. هو مش هيصلوا في الارثوذكس، هيصلوا في الكاثوليك، يبقى انت منعت انهم يعملوا كنيسه. بالظبط، ما هو ده اللي توافقوا عليه. بالظبط يا فندم. يا فندم لا يا فندم، انا ماليش دعوه بحد يتوافق ويختلف، انا المشرع، انا من يقوم بالتشريع. يا فندم ما هي الكنيسه هي اللي توافقت، يعني الكنائس الثلاثه هي اللي توافقت. انا 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 مين اللي بيشرع، الكنيسه ولا مجلس النواب؟ لا برضو علشان تبقى المسألة واضحة وأعرف وجه اعتراض حضرتك، علشان تبقى الصورة كاملة للمشاهد وأنا كمان أفهم، هل العدد عند حضرتك؟ أيوة أنا فاهم. ما هو العدد لما نيجي نتكلم على العدد بشكل مطلق كده، والمساحة، ما بقول لك العدد يتوافق مع المساحة ويراعى زيادة النمو السكاني. ما أنا ما عنديش عدد، ما عنديش يعني ما عنديش، أنا ما عنديش حد بالعدد عشان اقول كام ياخد قد ايه مساحه. يعني دلوقتي لو منطقه لا ما هو مش قصده كده برضه، هو لو المنطقه فيها لا قصده كده، واحنا فيها 1000، لو المنطقه فيها ألف اسره مسيحيه، ال 1000 اسره مسيحيه دول منهم 100 اسره بروتستانت و50 اسره كاثوليك و900 ولا 850 اسره ارثوذكس، يبقى الكنيسه اللي هتقام هي كنيسه الارثوذكس. ده اللي انا فهمته. على مساحه قد ايه؟ ايه؟ على مساحة قد ايه؟ على المساحة بقى اللي حضرتك ذكرتيها ديت. إيه لو 300 يبقى بسور. لو 300 ايه متر؟ لو 300 تبقى بسور. انت دلوقتي نسبت المساحة للعدد. نسبت المساحة للعدد. العدد والمساحة كاتب كده ويراعى النمو السكاني. فندم دي لما الاقي مادة مصطفية كده ما اعملهاش. لما الاقي الماده كده انا هفسرها بشكل وحضرتك بتفسرها بشكل، انا على حسب ما قريتها والله انا كده بقول، يعني واضح ان انتوا ليكم تفسير تاني. ما لا احنا بقى فسرناها في اللجنه عندنا حاجه تانيه خالص، واللي قام فسرها المستشار مرتضى منصور. طيب قال يعني ايه التناسب، يعني ايه تناسب بين العدد والمساحه؟ فانت حضرتك كنت بتفسرها ازاي وانا كمشرع بفسرها ازاي؟ ما بالك بقى المحافظ المختص المستشار مرتضى منصور قال التناسب بين العدد، فسرها ازاي حضرتك؟ قولي كده تفسيره. انتوا بتقولوا ايه؟ يعني المستشار مرتضى قال كلام كتير جدا، منها الماده قال يعني طب حددوا لنا يا اخوانا، طب هو ايه العدد والمساحه؟ والاستاذ ايهاب الخولي قال دي ممكن يشبه عدم دستوري، عوار دستوري. يعني يا اخوانا يعني ما هو طالما انا فسرها في حاجه وحضرتك مش فاهم اهو، ما بالك بقى الراجل اللي هينفذ ده الجهه التنفيذيه تعمل ايه؟ وتفسرها باي طريقه او باي شكل. بالظبط. تمام. يبقى انا ما فيش، بص القانون قواعد عامه ومجرده، ما فيش احسن من البساطه، بسط في نص هيتطبق بكل سهوله ويسر وخلاص. هو ده اللي طالبينه. لقينا بقى مبدأ معقده كده وهتفتح علينا بات على بلاش منها خالص. نحط ابسط من كده عشان يقدر الجهه المنفذه تنفذ القانون. طب والحل السريع ايه من وجهه نظرك؟ تتشال الماده 2؟ احنا طلبنا بالغاء الماده دي، الماده الثانيه. وهل في اي اعتراضات ثانيه على اي مواد اخرى؟ احنا كنا لسه بقى دلوقتي، احنا لسه اللجنه دي حاليا دلوقتي منعقده، الخمس لجان المشتركه بنناقش، والوزير مجدي العجاتي معانا في اللجنه وبنناقش، لان امبارح الحكومه لما اعترضنا قالت في بعض المواد ادوني اجل عشان ارد، ممثل الحكومه امبارح منها بتاعه الشؤون الاجتماعيه قال ادوني اجل لرد على القانون. قلنا لهم اكتر من 300، في اقتراح انه ما يكونش 300 متر يحط بسور، لا اكتر من 300 متر، يكون اكتر من كده، مساحه اكبر من كده، لانه على الاقل خالص انت ال 300 متر عقبال لما نحط سور هيبقى 150 متر يعني. فاحنا نقول لا، طب 1000 متر بقى نعمل سور وخش جنب جوه في كنيسه ونسيب ممرات ونسيب يعني تصفصف الكنيسه على 600 متر مثلا 500 متر. تمام، وصلت الصوره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائبه منى جبلة تعليقا على قانون بناء الكنائس. برضو احنا محتاجين خبير قانوني يفسر معانا
المراد بيه تحديدا في هذه المواد؟ لأن واضح يعني أنا شخصيا قريتها بتفسير، والنواب كل واحد قراها بتفسير، وأهل القانون هم أدرى بالتفسير، بس تعدد التفسيرات ده هيخلق مشكلة على الأرض، وده هيطعن، هيقول لأ، والتاني هيقول أنا بنفذت كذا، والمشكلة الدايرة اللي احنا دايما بنمشي فيها دي الحقيقة، ده بيفسرها بشكل وده بيفسرها بشكل، والجهة اللي بتبني بتفسرها بشكل، وواحد يجي يطعن يروحوا مجموعة بقى متضايقين منهم مش طايقينهم أي حاجة، يقولك يرفعوا عليهم قضية بالطعن لأن ده بيتنافى مع نصوص القانون، ونقعد نستشكل في المحكمة والبناء يتوقع شغلانة طويلة عريضة طالما في أكتر من تفسير. اللجنة العامة للانتخابات بدائرة حدائق القبة في محافظة القاهرة أعلنت عن حصول حسين جاد المرشح على مقعد دائرة حدائق القبة الشاغرة بوفاة النائب سيد فراج على 7263 صوت، بينما حصل المرشح الثاني حشمت فهمي على 4339 صوت لتجرى جولة الإعادة بينهما، فيما حصل سيد عيد على 2108 أصوات. وأعلنت اللجنة أن عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بدائرة حدائق القبة بيبلغ 310,105 ناخب، حضر منهم للإدلاء بأصواتهم 20,351 ناخب. بلغت الأصوات الصحيحة 18,376 والأصوات الباطلة 1,475 صوت. نتيجة انتخابات التكميلية للدائرة الخامسة قسم حدائق القبة والتي أجريت يومي السبت والأحد الموافقين 27 و 28 8 2016. أولا أنا بشكر جميع الأخوة الزملاء أعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية وكذا الإداريين وكذا المرشحين الذين عاونونا في هذه المسألة. ثانيا بيان حصر الأصوات الناخبين الذين لهم حق التصويت في الدائرة وكذا من حضروا والأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين 13. أولا عدد الناخبين المقيدين بالجداول في الدائرة 310,505 صوت أو 310,505 ناخب. عدد الحضور 20,351. إجمالي الأصوات الصحيحة 18,876. الأصوات الباطلة 1,475. وقد حصل كل مرشح حسب الترتيب الوارد ببطاقة الانتخابات على الآتي: 1 حسين السيد محمد جاد 7,263، حشمة سيد فهمي 4,339، سيد محمد عيد عبد الله 2,108، أحمد صبري محمد جمعة 768، محمد سيد أمين 624، فؤاد لواء عبد اللطيف 653، رفيق رزق الله جرجس 2529، عبد الرؤوف كمال علي إبراهيم 63، هشام محمد سليمان 67، أحمد فاروق أمين 49، سامية محمد محمود 140، إيهاب الشحات عبد الفتاح 128، شهاب محمد شمس الدين 145. وإحنا بننوه للآتي إن مش هنعلن النتيجة النهائية مين اللي هيعيد أو من اللي مش هيعيد إلا بعد ورود الأصوات الناخبين المقيدين بالجداول والمتواجدين خارج البلاد، واللجنة العليا هي اللي بتحسم هذه المسألة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبروك للعضو المنتخب وكل التمنيات بالتوفيق في جولات الإعادة اللي هتتم. على كل الأحوال نسبة المشاركة 4%، 4% يعني الناس حتى مش عايزة تروح أو ملت من الذهاب لعملية الانتخابات. نروح بقى للمجلس نفسه. المجلس النهاردة بيواصل عقد الجلسات، جلساته العامة بيناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في توريدات القمح وإهدار المال العام، ده بالإضافة إلى مواصلة مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة اللي تقدمت به الحكومة، وده مع مواصلة نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلستين اللي فاتوا من اعتذارات ورسائل وتقارير اللجان في الجلسة المسائية للمجلس. كما تعقد 17 لجنة نوعية بالبرلمان اجتماعاتها اليوم للعمل على الانتهاء من جميع المشروعات اللي أحيلت إليها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان والذي سيعلن عنه الدكتور علي عبد العال قريبا. بيحضر اجتماعات اللجان 3 وزراء بحكومة الحاج شريف إسماعيل، هم وزير الشباب ووزيرة الهجرة ووزير الصحة، إلى جانب مستشار الرئيس السيسي لشؤون التعليم. مزيد من التفاصيل ومتابعة آخر المستجدات تحت القبة نروح لزميلنا أحمد غنيم على الهواء مباشرة. أحمد غنيم برحب بيك، وتفاصيل أكتر عندك تفضل. مرحبا بك يا شريف. زي ما انت قلت الكثير من اللجان بتنعقد النهارده لمناقشه جميع الموضوعات المختلفه المختصه بها اللجان، ويمكن ابرز الموضوعين الذي سيتم مناقشتهم اليوم هو القيمه المضافه وايضا توريد القمح وفساد هذه المنظومه. بدايه مرحب بالنائبه غاده عجمي عضو مجلس النواب، مرحب بحضرتك يا فندم. النائبه عن المصريين بالخارج، بداية نتكلم عن قانون القيمة المضافة. احنا بنتكلم ان احنا وصلنا الى حوالي مناقشة حوالي 38 مادة من اجمالي 75 مادة، عايز اعرف اللي هيتم، عايز اعرف كمان تقريبا كده الاتجاه داخل المجلس موافقة بنسبة كبيرة على قانون القيمة المضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالنسبة انا عايزة بس يعني اوجه كلمة للشعب. الضريبة احنا بنقول عليها زي الدواء، الدواء المر بس في الاخر علاج. مش هينفع ان احنا نعيش بالوقت اللي احنا فيه وبالموقف اللي احنا فيه وبالديون اللي علينا وفي بناء البنية التحتية الأساسية بالمليارات وما بيبقاش فيه زيادة على الناس يعني عموما أو الموظفين. القيمة المضافة مش هتهلك المواطن للدرجة اللي هو متخيلها. اللي هيهلك المواطن ان هو يتغاضى عن واحد ما بيشتغلش، او واحد بيسرق او بيغش وما بيبلغش عليه، او موظف ما بيعملش شغله. لو احنا كل واحد ابتدينا ان احنا نمشي في الطريق ده مش هنبص لا للضرايب ولا القيمة المضافة. احنا عايزين نشوف الايجابيات، احنا في ميزان، احنا بناخد وبندي، بندي اكتر ما بناخد كتير قوي. هو ده كل ده مفهوم، ولكن احنا بنتكلم عن الضريبه اللي هتضاف، بنتكلم عن النسبه 13% و14%، هل هتمس طبعا محدود الدخل ولا لا؟ الناس كلها قلقانه في الشارع المصري. مع حضرتك معلش، احنا هي مش اي هتمس طبعا الشعب عموما او هيحس حاليا بس مش على اللونج ران، مش على المستقبل، واخد بال حضرتك ازاي؟ احنا تقريبا شبه موافقة 80% من المجلس او اكتر كمان، لاننا احنا درسناه وشفنا ان هو مش هيكون على العبء على الشعب حاليا قد ما هيكون في خير على الشعب في المستقبل عشان نقدر نعمل العملية. السؤال مرة تانية، ايه الضمان لده؟ هل هيكون في اجراءات؟ هل هيكون في رقابة على الاسواق؟ احنا عارفين ان في بعض التجار ممكن يستغلوا هذه الضريبة وممكن يزودوا على السلع، وبالتالي ده هيعود طبعا على او هيمس طبعا محدود الدخل مباشرة، فانتوا ازاي تضمنوا ده؟ الرقابة ما ده اللي احنا يعني احنا طرحناه امبارح واتكلمنا فيه، احنا هنضمن ازاي ان الناس ما تستغلش ده؟ احنا عايزين رقابة مشددة، كل واحد في مكانه، وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة الشعب نفسه بينه وبين بعض، احنا مش عايزين حد يستغل للتاني. ما هو ده حصل نتيجة ايه؟ استغلال فرد لمليون واحد، مظبوط ولا لا؟ فاحنا عايزين ان احنا عملية رقابة، ورقابة مكثفة، رقابة عن طريق كل الاجهزة وكل الوزارات ومن الشعب نفسه عشان نقدر ان احنا نعمل نحط ايدينا على الفساد وعلى اللي هو بيغير من الكلام ده موجود. لو احنا ماشيين صح مش هيحصل حاجة، بس ما حدش هيشتغل لوحده، هم كمان لازم يساعدونا في الشارع. ما ينفعش كل واحد ده يغلي واضطر اشتري منه واسكت واكمل ويقول هو كده، مش هينفع.
ده اللي نتمناه. الأخبار اللي متداولة في الأيام الأخيرة عن فرض ضريبة على المصريين في الخارج، أنا مش عارفة بيجيبوا الكلام ده منين بصراحة. أنا لسه دلوقتي يعني بقول أنا نفسي أمسك واحد بيطلع الكلمة دي ويقول غادة عجمي قالت. يعني أنا مش فاضيين بصراحة نرفع قواضي، مش فاضي، عيب بقى، يعني عيب. مفيش ضرائب على المصريين في الخارج، كل الحكاية 60 جنيه زيادة على تصريح العمل، وعيب بقى ونكبر ونشتغل ويكون عندنا ضمير عشان بلدنا، واللي ما عندوش ضمير هيتجاب، هيتجاب والله. شكرا لك يا فندم. ايضا السيده النائبه سلوى حسن ابو الوفا عضو لجنه تقصي الحقائق، والموضوع المثار خلال الفتره الماضيه وربما الامر قد يتوقف بسبب استقاله وزير التموين، الامر متوقف ولا لسه مستمرين فيه؟ السلام عليكم. اولا برحب بيكم وبرحب بالساده المشاهدين جميعا. لا طبعا احنا نقول اقاله الوزير مش استقاله الوزير للفساد اللي كان موجود في الوزاره، لكن هو الامر لم يتوقف لان لازم القضاء على رموز الفساد داخل الوزاره. في استجوابات بالنسبه لوزير التموين؟ ما باستقاله الوزير مش هتتعمل الاستجوابات، لكن في ملف كامل هيروح للنائب العام بعد الجلسه العامه النهارده. فالمفروض في الوزاره في رموز فساد كتيره، والمفترض كله يحاسب زي الشركه المصريه القابضه للصوامع. فين مسؤول التخزين والاستلام في الشركه المصريه القابضه للصوامع وفي الشركه العامه للصوامع؟ المفروض دول يحاسبوا. وفين ايضا مسؤول الشركه القابضه للصناعات الغذائيه؟ 42 شركه، واحنا دلوقتي بنتكلم في زياده اسعار السكر بشكل بشع، واسعار السلع الاساسيه للمواطنين الغلابه. فالمفروض كل المسؤولين في وزاره التموين يحاسبوا، لان الموضوع مش مرتبط بوزير لوحده. هل باقاله او استقاله او باقاله سيان وزير التموين ترفع المسؤوليه في حال وجودها على وزير التموين، وهي بقى الموضوع مرتبط بس بالمسؤولين في الوزاره ولا لا؟ طبعا ما يكونش مرتبط بوزير التموين حسب الاوراق والمستندات الموجوده. لا، في مجموعه كبيره جدا هم يتعدوا على الصوابع، المافيا اللي موجوده في القمح او في وزاره التموين معدودين ومعروفين. ويا ريت ان شاء الله يبقى في انتقاء للوزير القادم من خارج الوزاره، يكون انسان كفاءه ويكون من خارج الوزاره، لان المسؤول اللي كان موجود في الوزاره وعارف الفساد وما غيروش، ما هو فاسد. السكوت عن الفساد فساد، معرفة الفساد وعدم النطق به فساد. فالموجودين في الوزارة أكيد فيهم فساد جامد، لأنهم كانوا محتكين بكل صغيرة وكبيرة مع الوزير، فعارفين الفساد اللي كان موجود في المنظومة بالكامل. فلازم استبعادهم واختيار مصر مليانة كفاءات، أي كفاءة من الخارج واتفق عليها الجهات الرقابية بالكامل والأمن، ويتفق عليها نواب الشعب. لأن ما ينفعش تجيب لي من الوزارة، ما كل الوزارة كانت عارفة كم الفساد المستشري والمنتشر داخل الوزارة. أنا ليا بس تعليق بسيط في قانون القيمة المضافة، لأنه هيتناقش في الجلسة العامة. كانت الأستاذة غادة عجمي بتتكلم فيه من شوية. هو يعني إحنا موافقين عليه، لأن عندنا عجز جامد في الموازنة 319 مليار. فالقانون ده هيعتبر إيرادات للدولة، بس مش بالنسبة لمحددها الحكومة 14%. المفترض يبتدي تدريجيا، نبتدي من 11 أو 12% ونوافق عليه عشان هيزود حصيلة الإيرادات. بس لابد من رقابة مشددة على التجار وعدم الاحتكار. نفس الوقت احنا هنسد عجز الميزانية، ولكن الناس عندها تخوفات. مش هيسدها بالكامل، هم لو جمعوا اصلا ممكن يتسد العجز في الميزانية من حاجات كثيرة جدا. تقنين اوضاع الاراضي، التهرب الضريبي اللي بلغ 60 مليار، ممكن تجميع الاموال، وممكن يكون اكتر من 60 مليار التهرب الضريبي. الناس اللي بتكلم على الطرف الاخر، التخوفات اللي عند الناس، احنا لازم نكون مع الفئة البسيطة والغلبانة. في سلعة معفاة من الضرائب يفوق ال 40 سلعه معفاه من الضريبه، السلع الاساسيه او اكثر من 40 سلعه، لان انا برضو القانون لسه استلمناه امبارح ما لحقناش نقراه. ففي سلع كثيره معفاه، لكن احنا هو ده المخرج اللي موجود للحكومه عشان لزياده ايراداتها عشان تواجه الموازنه. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. اذا يا شريف، ربما قانون القيمه المضافه هو المخرج لمنظومه الاصلاح الاقتصادي، ربما هو المخرج لسد عجز الموازنه العامه للحكومه. شكرا ليك يا شريف، عوده مره اخرى للاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا احمد غنيم، شكرا جزيلا وشكرا كمان لضيوفك. هو مش مخرج لسد عجز الحكومه، هو وسيله من ضمن الوسائل اللي هيتم بيها سد العجز، انما هو لوحده مش كافي. لا الضريبة كافية ولا القروض كافية. المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بيترأس اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث يتابع الاجتماع الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة لضبط السوق والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، كما يبحث الاجتماع الإجراءات اللي بيتم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطي النقدي وترشيد الإنفاق الحكومي. ده بالإضافة لمتابعة إجراءات تشجيع الاستثمار وتطور العمل في المشروعات القومية.
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي انعقد اليوم برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس وممثلين عن الوزارات المعنية. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث تم الاتفاق على إلغاء بعض المواد وإضافة وإعادة صياغة بعضها بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها. كما تم الاتفاق على إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الميد ترم والالتزام باختبارات شهرية تحريرية 3 مرات في كل فصل دراسي، ده بالإضافة إلى جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي لسنوات النقل للحلقة الإعدادية 60 درجة بدلا من 50 درجة. في سياق متصل تضمن القرار إضافة التربية الرياضية والمجالات العملية زي الصناعي والزراعي والاقتصاد في المرحلة الإعدادية ضمن الأنشطة الأساسية في الجدول المدرسي، ده بالإضافة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ضمن الأنشطة الأساسية في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. المجلس وافق على الالتزام بتفعيل البرامج العلاجية في جميع المواد الدراسية وعدم قصرها على اللغة العربية والإنجليزية فقط، وذلك بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي. كما وافق المجلس على أن تعقد امتحانات دور ثاني لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي اللي بيرسبوا في امتحانات الدور الأول فصل دراسي أول وثاني. المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة والمكلف بتيسير أعمال وزارة التموين أعلن أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ 37 ألف طن سكر في السوق المحلي لتلبية احتياجات المستهلكين، لافتا إلى سعي الوزارة لتوفير ما يقرب 450 ل 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلي حتى نهاية الموسم الحالي في فبراير المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة متابعة تداول السكر والذي تناول خلال أهمية توفير احتياجات المواطنين من السكر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك وضع خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة. الوزير قال إن السكر بيمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية اللي بتسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، سواء من خلال الكميات المنتجة محليا أو من خلال الاستيراد، خاصة وإن إجمالي إنتاج مصر من السكر بيصل ل 2.4 مليون طن لا يكفي حاجة استهلاك المواطنين، واللي بتصل ل 3.1 مليون طن. مستمرين معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، فقط ابقوا معنا. من جديد اهلا بحضراتكم. الجزء الاخير من الحلقه المخصص لمشاركات الساده المواطنين على الارقام اللي موجوده امام حضراتكم على الشاشه، اللي عنده شكوى يقدر يكلمنا او يبعتها لنا كمان على ارقام الواتساب اللي موجوده امامكم، ونقدر احنا بدورنا نحاول نتواصل مع الساده المسؤولين سواء كانوا مسؤولين تشريعيين في البرلمان او تنفيذيين، وبذلك نكون حلقه الوصل بين المواطن والنائب والمسؤول. اول اتصال أستاذ محمد من القاهرة، اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا. دلوقتي أنا عندي مشكلة بخصوص عضو مجلس الشعب الدكتور محمد سليم. تمام. ده عضو مجلس الشعب عن دائرة الألوية، تمام. ده المفروض إن أنا كنت شغال عنده في الشركة، مصنع اللي هو مصنع الأدوية، تمام. المفروض إن هو كان بيستميت على قانون الحماية المدنية إن هو إزاي ما يمشيش الناس، وهو واحد اخترق ومشاني بعد 6 شهور أقل كمان، والمفروض إن أنا ليا فلوس وما ادهنيش. يعني انا ليا مرتب شهر عندي، قال لي ده انت حضرتك مقال من ايام من 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 شهر فات، يعني هو كان محضر اقالتي وبطالب بورق ايه ما مش موجود، يقول لك لا ما فيش ورق اتاخد. فانا عايز اعرف يعني يا جماعه الناس اللي بتحامي حقوق طيب. الناس دي او ناس بتخترق القانون. تمام، استاذنك ارجع للكنترول تاني وسيب بياناتك بالكامل، واحنا نخلي فريق الاعداد بدوره يتواصل مع النائب ونحاول ان احنا نشوف حل المشكله دي. استاذ عادل من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم استاذ الشريف. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم. برحب بحضرتك وبرحب بالمشاهدين. اهلا بيك. انا مشكلتي مشكله وطن. انا بكلم حضرتك، ما حدش عاجبه حاله في البلد دي. لا اللي شغال في الجهاز الاداري في الدوله عاجبه حاله، ولا اللي مش شغال في الجهاز الاداري في الدوله عاجبه حاله. ايوه. انا هتكلم في مشكله، لو سمحت اديني بس وقت لان انا عارف لا حضرتك. انا عايز سريعا.
ماشي. الناس اللي شغاله في الدوله دي يا فندم بتشتغل من الساعه 9 للساعه 2، يعني شغاله 5 ساعات في الدوله، بتقبض يعني 2000 جنيه 3000 4000 جنيه. وفي نوعيه من الناس، في نوعيه من الناس اللي شغاله في الجهاز الاداري في الدوله داخله شتيمه نهار في الجيش والشرطه والدوله ورئيس الجمهوريه، يعني على الفيس ماشي في الشارع ما تقابلهم، يعني شغالين في الدوله وعمالين يشتموا في الدوله وفي رئيس الجمهوريه وفي الجيش. انا مش عارف الناس ديت يعني. انا بقول من منبر حضرتك رساله سريعه وعاجله للسيد اللواء رضا فرحات محافظ القليوبيه. انا بعتبر مبنى محافظه القليوبيه منبر لأشن اللي بيشن عبارات ويعني عبارات فظيعه جدا على الدوله والجيش والشرطه. انا بقول له انت ما تقطعش عقل لاي حد، ولكن يا سياده المحافظ شوف المحافظه، شوف الناس اللي شغاله، ادي تعليمات حضرتك باللي الناس دي ما تشتمش في الجيش ولا في الدوله ولا في البلد. تمام. شوف حضرتك الجهاز الرقابي في الدوله فين؟ يعني احنا الناس دي لو بتشتغل يعني عاوزه ترفع من شان مصر مش هتعمل كده. تمام. هو حضرتك من الشرقيه ولا من القليوبيه؟ انا من الشرقيه، ولكن بتكلم برضو في مشكله عامه. انا مشكلتي قلت لحضرتك مشكله وطن. طيب شكرا ليك يا استاذ عادل. في مشاكل الحقيقة ما بتبقاش متعلقة بمشاكل أكتر ما هي محاولة للتنفيذ، يعني الناس عندها نوع من أنواع الضغط، وده شيء مفهوم في الأوقات اللي هي بتبقى صعبة. ممكن يكون في شغل بيشتغلوه متضايقين من الشغل، ممكن يكون عندهم مشاكل في حياتهم برا الشغل على المعاملات مع الجهاز الإداري للدولة. على كل الأحوال بغض النظر عن الكلام اللي حضرتك تفضلت وقلته، بس الجهاز الإداري في الدولة فعلا عنده مشكلات كثيرة جدا، وبيعاد مرة أخرى التعامل معاه وصياغته بما يتناسب مع العصر اللي احنا عايشينه وبما يتناسب مع تقديم خدمات لائقة للمواطنين، بس ده بياخد وقت. دكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الحقيقة قام بجولة تفقدية في مركز فقوس في محافظة الشرقية علشان يتعرف على المشاكل اللي بتواجه الأهالي هناك. تفاصيل أكتر في رسالة زميلنا محمد بهاء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الحياة، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة من جولات عين على البرلمان. من محافظة الشرقية أحييكم، وبالتحديد من مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بصحبة النائب محمد مجدي مرشد نائب هذه الدائرة، دائرة فاقوس، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان. مرحب بك سيادة النائب. أهلا وسهلا، مرحب بك ومرحب بكل أسرة قناة الحياة في الشرقية وفي فاقوس وفي الديدمون على وجه التحديد. يعني بنستعرض حاليا تفاصيل ومشاكل المحلية المتواجدة يعني حاليا واللي بيعاني منها المواطنين. خلينا برضو نبدأ سريعا من خلال لقاءاتنا مع مواطنين أو أهالي دائرة حضرتك، أتعرف على حضرتك الأول، ولو نعرض المشكلة بتعانوا منها هنا في الدائرة أو مطلب بتطلبه من سيادة النائب. محمود توفيق أمضي الدمون، وأهم مشكلة عندنا هنا مشكلة الصرف الصحي. يعني مشروع الصرف الصحي اللي حوالي أكثر من 5 سنوات شغالين فيه ولم ينتهوا فيه لغاية الوقت. والمفروض أن هو المفروض تسليمه في شهر 8 اللي احنا فيه ده، لغاية الوقت الناس ما انتهاش، وبنستغيث أن احنا عايزين انتهاء الشهر، لأن في بيوت اتهدت وشوارع ما فيها كلها زبالة وكلها مية وبتاع، وفي صرف مغطى، في صرف في البيوت دلوقتي، بيوت الأراضي ناشحة وبتاع البيوت ناشحة. يعني أنا أستاذ أنا عذر المقاطعة، هي الشبكة موجودة ومتهالكة ولا لا وجود للشبكة الشخصية؟ موجودة وصالحة للعمل ولم تستعمل لغاية النهاردة، لم يتم افتتاح المفروض. إيه السبب طيب؟ ده باعتمادات من نفس الشركة اللي واخدة التنفيذ، هي اللي ماشيه بالتنفيذ لغايه دلوقتي، وعدونا على اللي هينتهي العام الاسلامي دي في شهر 8 اللي احنا فيه دلوقتي. المفروض نسلم فتح الصرف المغطى. احنا بنتحدث عن قريه؟ قريه الديدمون مركز فؤوس، قريه قديمه معاصره من ايام فرعون. فيها مقابر فرعون هنا، نسخه 19 كانت موجوده هنا في تل الضبع في البلد دي. فبلد قديمه موجوده وتعدادها 70-80 ألف نسمه. فبنستغيث بفتح الصرف المغطى عشان حتى يخدم البلد والمباني البلد اللي هتتصدع دي. بس انا بشكر حضرتك، ولو ارجع لحضرتك سياده النائب واخد حضرتك تعليق على هذا الموضوع، ونعلم انه تم يعني التعاقد او يعني تم وضع خطتها في خطه الصرف الصحي بفاقوس. تمام. وهو الحقيقه برضو فرصه ان احنا معانا الاستاذ سباع عبد الرحمن رئيس مركز ومدينه فاقوس.
كتنفيذي، فكويس ان دلوقتي التشريعيين موجودين والتنفيذيين موجودين والاهالي موجودين، يعني كل الاطراف موجوده في مكان واحد. تعليق من الاستاذ السباعي رئيس مدينه فاقوس، يعني برحب بحضرتك معانا ضيفا في عنا البرلمان، ولو ناخد فكره او تعليق من عن تاخر محطه الصرف الصحي هنا. هو بالنسبه للصرف الصحي في ديدامون اللي اخر الموضوع ان كان في خط طارد كان متعطل شويه، ونحمد الله رب العالمين ان في خلال الشهر اللي فات اتحلت المشكله وتم تنفيذ الخط الطارد من قريه الديدامون لربطه على المحطه المعالجه. ان شاء الله رب العالمين في يعني في خلال شهر 11 اقصى شيء ان شاء الله هيشتغل الصرف في ديدامون وفي غزاله عبدون ان شاء الله رب العالمين. شهر 11 المقبل ان شاء الله، وده ممكن يعني ده وعد من حضرتك للمواطنين والاهالي دايره حضرتك ان شاء الله، لان نسبه الانجاز فيه فوق ال 98%. فباذن واحد احد بفضل الله وبفضل القياده اللي هو خالد سعيد وفضل السيد النائب والساده النواب المحترمين باذن الله هيتم التنفيذ العمل والاستفاده من المشروع في خلال شهر 11/2016 ان شاء الله. بشكر حضرتك. لو ارجع لحضرتك سياده النائب في هذه النقطه، وكثير من القرى والنجوع في مركز فاقوس بمحافظه الشرقيه يعني لا وجود لشبكه الصرف الصحي او تهالك في الشبكه. انا عايز اوصل بس مش للشرقيه، يعني عايز اوصل لكل اهالينا في كل قرى مصر. احنا عندنا 80% من القرى لم يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها، 20% بس هي اللي ادرجت وبنشتغل عليها وبيتم فيها. الجزئيه المهمه جدا، لان الحقيقه الناس كلها نفسها طبعا يبقى عندها صرف صحي. القضيه انه الصرف الصحي مكلف جدا جدا. احنا كان عندنا تمويل اوروبي اتسحب في الفتره الاخيره بعد 2011، في تغيرات كثيره جدا من الناس اللي كانت هتساعدك ماديا وتمنحك منح عشان تكمل بيها منظومه الصرف الصحي سحبت تمويلها، وبالتالي عندك نقص في التمويل. عندنا 150 قريه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بدا فيها، منهم الديدامون بدا فيها المشروع لكن لم يستكمل برضه مع عوائق فنيه، لا هناك عوائق ماديه واضحه المعالم، وكلنا الحقيقه لازم نستحمل، يعني قدر الامكان نستحمل. اللي بيدرج ويبدا فيه التنفيذ يعني يا هناه، لان لسه 80% ما بداش فيهم حاجه خالص. فاللي ادرج في خطه وبدا فيه تنفيذ ده حاجه محظوظ، فليصبر قليلا هتوصل له ان شاء الله باذن الله، بضغط برضه من نواب كل محافظه وكل قريه وكل مركز، كله بيضغط عشان قراهم كلها بتستنجد بالصرف الصحي. احنا عندنا في فاقوس الحقيقه الحمد لله بجهد معين قدرنا نضم كمان السمعنة، واشكر باذن الله تعالى داخلين في الخطه الحاليه قريتين السمعنة واشكر هيتعمل لهم طبعا بند تمويلي بعد ما اتعملت لهم الرسومات والتخطيطات اللازمه، وهيلحقوا ببقيه. لكن مش معنى ان هم دخلوا في الخطه او اتعمل لهم تخطيطات او هيتشاف لهم مصدر تمويل ان بكره هيتعمل صرف صحي في السمعنة واشكر اطلاقا. قدامنا سنين طويله، الناس تصبر بقى شويه، لانه علينا احنا نتحمل وعلى الحكومه انها تشد حيلها برضو، لانها متكاسله في حاجات كتير زي اللي احنا موجودين فيه، برضو تكاسل في حاجات كتير، لكن في نقص تمويل. ده العنصر الاساسي اللي بنقوله للناس، الصرف بيكلف بشكل باهظ. لو الناس عرفت قد ايه صرف الصحي بتاع كل قريه مكلف الدوله قد ايه هنصبر قوي. طيب لو ننتقل الى ملف اخر او مشكله اخرى او مطلب بتطلبوه من سياده النائب، اتعرف حضرتك الاول ويعني اتفضل على المشكله. انا محمد عبد العظيم من قريه الديدان المتبرع بارض المستشفى. احنا حاليا متواجدين في مستشفى المستشفى. نعرف برضه تفاصيل اكتر عن هذا المكان. طيب بالضبط الارض اللي حضرتك عليها دي، احنا بنناشد السيد رئيس الجمهوريه ووزاره الصحه وسياده النائب وسياده المحافظ وكيل الوزاره ان هم يشوفوا لهم حل، لان احنا بقى لنا اكتر من سنتين المستشفى اللي حضرتك شفته ده مكلفنا 15 مليون بالجهود الذاتيه. انا متبرع بالارض ب 15 مليون يعني 30 مليون. فمش معقول هتفضل كده الفتره الطويله ديت. هو سياده النائب معاه حاجه ان الميزانيات لا تسمح، لكن احنا عاوزين حل. اجى وكيل وزاره واجى محافظ قبل كده ومحافظ ثاني وما حصلش حاجه لغايه النهارده. التوقف ليه سببه؟ يعني بمخاطبات مع المسؤولين ايه التوقف؟ ماليه امور بقول احنا الربط المالي والاعتمادات ماليه. فاحنا بنناشد من اول سياده الرئيس لغايه اقل واحد في البلد هنا ان احنا المستشفى عايزون يشتغل. بدل ما الناس بتروح الزقازيق، في ناس بتموت في الطريق للاسف وهي رايحه من فاقوس لغايه الزقازيق بتموت في العربيه، لان مش في موت اكسجين. وصلت هذه النقطة ولا أخذ تعليق من حضرتك دكتور محمد على هذا؟ طبعا الحقيقة أنا شخصيا بقول إن أي حد يبني مبنى سواء مستشفى أو سواء مدرسة أو أي مبنى أيا كان ويتبرع به،
طواعية للحكومة. الحقيقة احنا المفروض اولا نشيله فوق كتافنا، ثانيا نعمل له درع، ثالثا يعني نقدم له كل ايات الشكر والعرفان والجميل. دي حاجة منتهى. الجري كان كتير قوي انه المتبرع بالارض واللي قائم بالبنيان الحاج عبد الرحيم والاستاذ محمد كان بيجروا عشان بيجروا ويستنجدوا بكل القوة عشان حد ياخد منهم. هذا امر عجيب جدا، وده على فكرة مش هنا، ده متكرر في حاجات كتير قوي. يعني بتلاقي واحد متبرع بمدرسة وبيلهث عشان الناس تاخد منه هذه المدرسة وتشغلها، شيء غريب. وبنشتكي برضو من نقص الفلوس ونقص التمويل. فالحقيقة احنا عندنا نقص رؤية برضو، يعني نقص تمويل ونقص فلوس ونقص رؤية. انا الرؤية بتاعتي لو انا حكومة اشوف المبنى ده، انا اجي اعمل مكافأة كده ظريفة وحفلة تكريم للأستاذ محمد وحفلة تكريم للحاج عبد الرحيم ودرعين، ويعني احتفي بيهم واخد المستشفى اعمل. لان ده مش مستشفى، ده ثلاث مباني، يعني يا ريت نصورهم ثلاث مباني. الساعه بتاعتهم حوالي 170 سرير، يعني مستشفى مركزي على مستوى عالي جدا جدا جدا، هيخدم على منطقه كبيره جدا. من الممكن ان انا اعمله مستشفى متخصص في تخصصات معينه، وممكن اعمله مستشفى مركزي والف مش ب. يعني يبقى سبب نقص الاعتمادات الماليه هنا. بس هو برضه النقطه اللي عايز يعني اقولها للددمون واهالي الددمون، ان احنا الحقيقه تمت والورق عندي وخلصناه، ان في اعتمادات بس من 17 20 وتم وضعه في خطة الوزارة بمبلغ 45 مليون جنيه، هيتم تطوير هذا المستشفى وفرشه وتجهيزه من 17 لغاية 20. لكن أدرج في الخطة، تم قبوله، تم كله. بيبقى حاجة واحدة، الحاج صاحب يعني المتبرع بالمباني وكده دايما بيشتري منها، بيبقى إن في حارس محتاج حتى يدفع مرتبه. يعني الحقيقة راتب الحارس ده هنتصرف فيها بقى مع بعض، لكن الدولة راتب الحارس مش قادرة تشيله. يعني راتب حارس وانا مديك حاجه ب 30 مليون وانت مش قادر تشيل راتب حارس، دي برضو عمليه غريبه الشكل، ومعناها ان احنا الحقيقه برضو مش قادرين نقيم الامور كويس. فهو في اعتماد مالي من وزاره الصحه بمبلغ 45 مليون بالتجهيزات كامله بالاسانترات بكل حاجه في هذا في هذه المباني، مش مبنى واحد، الثلاث مباني دول، بحيث يبقى مستشفى يليق بالمنطقه ويخدم المنطقه دي، لانه الحقيقه هيبقى مستشفى نقله في خدمة المواطن الشرقاوي في منطقة فاقوس والحسينية والقرين وابو حماد وكفر صقر، حوالي سبع مراكز هيخدم عليها هذا المستشفى. فده الحقيقة برضو احنا بنتحرك وراه ان شاء الله، في من 17 20 يبقى عندنا حاجة رائعة نفخر بها في الدولة ان شاء الله باذن الله. يعني لو ننتقل الى ملف اخر او مشكلة او مطلب بتطلبوه من سيادة النائب بعد ما تعرف على حضرتك. حضرتك محمد باسم، مدير ادارة الشباب الرياضي في فاقوس ومواطن من فاقوس. عندنا بدل المشاكل 100 مشكلة، ولكن القضية كلها في التمويل. يعني أنا حضرات المحترمين تكلموا على مشاكل عديدة، أنا هتكلم على موضوع الطرق والنقل في فاقوس على وجه الخصوص. عندنا المستشفى العظيم ده على طريق مفروض يترسف، طريق حضرتك جيت من عليه دلوقتي المفروض يترسف. عندنا طريق تاني، طريق فاقوس السمعنة برضو تعبان خالص، عليه بدل الكوبري 3-4 كباري واقعين، هيعملوا كارثة. وإحنا طبيعة المسؤولين هنا ما بيتحركوش إلا بعد الكارثة ما تحصل. فاحنا انا عذرا المقاطعه، طلعنا ايضا شكاوى المواطنين عند كوبري سوق المواشي او السوق كوبري اشكر كوبري المضرب الرز، ومعانا الساده رئيس المدينه اللي بروح بالليل واقف عليه، كوبري الشيخ في الددمون، صراحه منظر مش كويس. الحاجه الثانيه بقى المزلقانات والممرات العشوائيه على السكه الحديد، مزلقانات السكه الحديد، هي مش مزلقانات، هي ممرات عشوائيه، عايزين لها مزلقانات، عايزين يتعمل عليها، ياخد رئيس الجمهوريه نفسه شخصيا ياخد فيها قرار، لان الناس بتموت من على الممرات العشوائيه اللي مش لها مزلقانات خالص. عايزين حل، لان الناس بتموت كل يوم، نسمع في التلفزيون والكوارث والنواب بيتحركوا والدنيا بتتحرك لما بتحصل كوارث. عايزين نشوف حلول، في الحلول ديت يعني نتمنى ان احنا نلاقيها. بنقل صوت حضرتك طبعا لسياده النائب، واكيد حضرتك اكيد على درايه بهذه النقطه وهذه المشكله، مشكله الطرق ومشكله مزلقانات السكك الحديد. هو حضرتك انا على درايه تامه بمشكله الطرق، وعربيتي على درايه تامه بمشكله الطرق، وكل العربيات اللي ماشيه من أسوأ شبكات الطرق في جمهوريه مصر العربيه شبكه الطرق في الشرقيه وليها الكفر الشيخ. استنجدنا كثيرا الحقيقه، برضو احنا مش بنحمل الدوله كتير، لكن في طرق بيعاد رصفها وهي الحقيقه معقوله جدا في القاهره واسكندريه واسماعيليه والسويس والكلام ده. الحقيقه الشرقيه لا تقل اهميه اطلاقا عن المحافظات دي كلها. الشرقيه يعني انا بقول ان الشرقيه من المحافظات المنتجه جدا، الشرقيه فيها كميه انتاج، الشرقيه متراميه الاطراف وتعداد سكانها ثالث محافظه
كتعداد سكان. فلازم يبقى في نظره للطرق الشرقيه واضحه المعالم، لانه الشرقيه مهمله او يعني الحقيقه ما فيش حد مهتم بطرقها خالص. النقطه الاهم وباذن الله تعالى بصدد ان احنا نقدم بها طلب للسيد رئيس الوزراء، لان هي الحقيقه محتاجه بقى ان احنا المزلنات. المزلنات الشرعيه والغير شرعيه يجب الحقيقه الاهتمام بها بشكل واضح. احنا عندنا في مزلنات شرعيه في فاقوس عدد محدود، والاكثر منها بكتير قوي مزلقات غير شرعيه، ناس عامله معبر على السكه الحديد وبتعدي بدون مزلقات. فكل حين وحين القطر بيخبط عربيه، القطر بيخبط كام حمار، القطر بيخبط جاموسه والناس وراها، القطر بيموت الراجل وبيموت اولاده وبيموت العربيه وبيعمل كل في كل فين. الحل الوحيد ده لا ده في حل عبقري، المزلقات الالكتروني كما لا يا فندم، لا لا لا، الحكومه الحقيقه بتعمل حلول عبقريه لا تخطر لك على بال ولا على بالي ولا على بال حد خالص. اقفل بطوب واسمنت وحط كتل صخريه بحيث الناس لا تطلع تسترزق ولا يروح سوقه ولا يطلع من البيت ولا ولو رحنا القطب يا فندم، ولما نروح نعزي نلف حوالين العزا حوالي 30 كيلو عشان نوصل للميتم، لانه اقفل على الخلق دي، عاقبهم على انهم ما لهمش منفذ شرعي يعد منه. يعني انا بداري قصوري وقله رؤيتي، خلينا نقول رؤيتي وقله ايجاد امكانيات، بان انا اقفل على الخلق دي واعذبهم. فالحقيقه الناس ما عادتش مستحمله عذاب، الناس الاسعار غليت، الناس تعبانه جدا، الخدمات بنحاول نحسن على قد ما نقدر في مجالات كتير، لكن تقفل عليها طريقي اللي بيطلعني اكل عيش منه وارجع منه وابات في بلدي واركن. افرض واحد عنده عربيه بيركنها بره البلد ويعدي الصخر ده ويوصل ينام، تاني يوم يرى العربية اتقلبت واتكلت على الله. فلا يعني حاجة لابد من وضع يعني خطة إمكانيات مالية، حتى لو ندخل معاها مجتمع مدني جاهز. يعني المجتمع المدني أنا متأكد في كل القرى مستعد يلم شوية فلوس ويساعد في عمل المزلقان ده اللي هيكلف قد إيه، بس تتحط خطة لعمل مزلقانات على الأماكن العبور الشرعية منها والغير شرعية منها قبل الشرعية، عشان الناس دي تقدر تعيش وتروح وتيجي بدون ما يبقى فيه قطر الموت بيهددهم كل يوم. والحقيقة كل يوم فعلا فيه موتى وكل يوم فيه ضحايا، والناس لن تكف عن انها تاخد الطريق الاقرب لها، لانه حتى من اقل يعني انا مفيش هواء نظيف، بتنفس هواء مش كويس، مفيش طريق كويس معبد. على الاقل يا اخي اديني فرصة ان انا اطلع من بلدنا وارجع بلدنا بمعبر امن وسليم وقريب. فده مطلب الحقيقه جماهيري ملح جدا، وهنتقدم بطلب وهتقدم بيه للسيد رئيس الوزراء مباشره والسيد وزير النقل. بس موفقين ان شاء الله سياده النائب فيما فيه خير لاهالي دايره. ربنا يخليك، شكرا، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كنا بصحبه النائب محمد مجدي مرشد، وهو نائب دائره ومركز فاقوس بمحافظه الشرقيه، وهو ايضا رئيس لجنه الشؤون الصحيه بمجلس النواب. اشكركم على كرم المتابعه وفي رعايه الله.